بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. كثر سؤال سماحة الشيخ عن رفع اليدين للدعاء في يوم الجمعة وكذلك الإمام حين يدعو بالمأمومين ويجهر بصوته وتأميم المأموم، هل هذا صحيح أو لا؟ السنة الإمام يوم الجمعة في الخطبة لا يرعى يديه، ما كان يرعى النبي يديه عليه الصلاة والسلام لا في الجمعة ولا في العيد، وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم، وإنما الروح يكون في خطبة الاستسقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وطلب الضيف رفع يديه واستسقى، والسنة للجماعة يرفع أيديهم أيضا كما رفع الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع الصحابة كلهم في الاستسقاء في طلب الغيث طلب المطر. أما الجمعة والعيد فيدعو الإمام في الخطبة ولكن لا يرفع يديه، وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. ابن باز رحمه الله.